كابتن فتحي، خلينا اخد حضرتك الشكل الاخر، الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. عندنا مباراه مهمه جدا ان شاء الله يوم السبت القادم، مباراه النهائي الافريقي. وسالت حضرتك السؤال اللي دايما بساله خلال الايام دي وهساله بكره تاني، حضرتك شايف فريق كايزر تشيفز فريق قليل؟ اللي يقول كده يبقى انسان غير واعي، غير مدرك، ملوش فيجن، ملوش رؤيه. نعم. لكن ليه؟ لان الفرقه وصلت النهائي. ايوه. هتوصل ازاي؟ مش ببرشوت صدفه يعني. بيقولوا صدفه. لا، الصدفه مباراه، اثنين، ثلاثه، لكن عشان اوصل مشوار احنا 13 مباراه. ان الاهلي وصل بعد 13 مباراه. طب يعني هل ال 13 مباراه وصل؟ طبعا هتقابلك في عقبات، الفرقه بتطلع وفرقه بتنزل وفرقه قويه، كل الحاجات دي هم نفس القصه. فاللي يقول لك هذا الكلام مبدئيا يبقى انسان وخط فرق قويه يعني قابلتهم. اذا هذا البني ادم ما يعرفش يقيم، ايوه، ما بيعرفش يقيم حقيقه ان ازاي الفرقه دي وصلت، فبيقول لك لا ده فرقه ضعيفه. ايوه. فطبعا طبيعي ان يقول كده. لا، انا ما بقولوش لا، الفرقه دي فرقه تحترم وفرقه منافسه وفرقه جديره بالاحترام والتقدير انها طبعا وصلت. وارجو الناس ما تخلطش بترتيبها في الدوري العام، في الدوري، دوري جنوب افريقيا. في دوري جنوب افريقيا ليه؟ لان هم ممكن عندهم مباريات متاجله، ممكن هم دلوقتي مش مظبطين، ممكن هم مركزين على البطوله القاريه مش بيبصوا للبطوله المحليه. كل دي فرق يعني لازم 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 نحترم هذا الفريق. وبعدين من حسن حظ النادي الاهلي ان بيتس موسيماني الجنوب افريقي هو ادرى بهذا الفريق. 16 مواجهه والقادمه 17 فهو ضد كايزر تشيفز يعني. فهو عارفهم وعايش معاهم. أيوة. وعارف كل صغيره وكبيره. مش مستني حد يقول له، ومش مستني حد او محلل يفكره بالفرقه دي، فهو عارف كل واحد بيلعب ازاي وكل. أيوة. طريقه لعب ايه وكل الكلام ده كله.